جائزة رئيس الجمهورية الإسعافي المحترف في طبعتها الثالثة تسلم في هذه الأثناء لأحسن الأعمال الصحفية المتميزة. وفي اليوم الوطني للصحافة إشادة بالمكاسب والتزام بتفعيل النصوص ومحطات للعرفان والتكريم عبر كامل التراب الوطني. الوزير الأول أحمد يحيى يلتقي أربعة أحزاب سياسية مشكلة للأغلبية الرئاسية بالبرلمان للتشاور والتنسيق حول مشروع قانون المالية 2018. في عمليات دقيقة ونوعية للجيش الوطني الشعبي، القضاء على إرهابيين خطيرين والقبض على اثنين آخرين بكل من جيجل وبتنة. وضمن إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، تنصيب مجالس للإدارة تحسينا للخدمات الموجهة لصالح المؤمنين والمتقاعدين. الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي تدعو من فرنسا إلى التعجيل بتقرير المصير، وتطالب بوقف مصادرة الموارد الطبيعية وإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين. تحية لكم والسلام عليكم. الثاني والعشرون أكتوبر من كل عام اليوم الوطني للصحافة في الجزائر، تاريخ رسمه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عرفانا وتخليدا لرافعي التحدي ونبراسا لحملة المشعل. وهي المناسبة التي وجه فيها السيد الرئيس وجه رسالة إلى أسرة الإعلام حيا فيها نساء ورجال المهنة، مهيبا بعائلة الإعلام الجزائري لتكون في خدمة المصالح العليا للبلاد، وهذا من خلال الإسهام في شرح الحقائق والانتقاد الواقعي لنقائص البلاد، وأيضا ودائما في ترقية صورة الجزائر. من جهة أخرى، دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة للإسراع في تأسيس سلطة الضبط للصحافة المكتوبة وتفعيل دور سلطة ضبط السمعي البصري والصندوق العمومي لدعم الصحافة المكتوبة مع مطلع العام الجديد. والحدث في عيد الصحافة الوطني جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف في طبعتها الثالثة التي اختارت الحفاظ على البيئة مفتاح الرفاه العمومي والسعادة الاجتماعية، اختارته موضوعا للتنافس. حفل تسليم الجوائز يحتضنه في هذه الأثناء المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، وهذا بحضور عدد من الوزراء ووجوه وأسماء إعلامية وثقافية. تلتحق بنا على المباشر فاطمة الزهراء بن صافي. ما لديك فاطمة؟ مساء الخير خالد. إذا مشاهدينا الآن وخالد، نلتقي الآن من قلب الحدث من قاعة بسكرة بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، حيث تجري الطبعة الثالثة لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف. هذه الجائزة التي خصصت لموضوع البيئة والرفاه العمومي والسعادة الاجتماعية، هذه الجائزة أقرها رئيس الجمهورية منذ 3 سنوات خلت، وذلك إيمانا منه بنبل رسالة الإعلام أولا، وأيضا تخليدا لتضحيات الصحفيين الذين قضوا سواء أثناء حرب التحرير أو في أثناء العشرية السوداء، وأيضا تكريسا للمهنية والاحترافية التي ما فتأ صحفيو العموم الصحفيو في الصحافة المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الصحافة الإلكترونية، هذه كل التخصصات المشاركة في هذه الطبعة الثالثة. إذا كما ذكرت سابقا خالد، طبعت هذه السنة المميز فيها أنه حضور كل المشاركين والمقدر عددهم ب200 صحفي، كلهم تنافسوا هذه يعني فيها طفرة في المشاركة حيث النوعية أو من حيث الكمية أيضا أو كمية الأعمال الصحفية المشاركة. إذا كانت قبل نصف ساعة انطلقت هذه السهرة المخصصة للعيد الوطني للصحفيين هنا من قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، وحيث كان
لنا عرض هناك يعني روبورتاج حول الموضوع والحفاظ على البيئة. ومن ثم تناول وزير الاتصال جمال كعوان الكلمة حيث نوه برسالة رئيس الجمهورية التي أرسلها مهنئا للأسرة الإعلامية وما تضمنته من رسائل محفزة للإعلاميين على التنافس النزيه والموضوعي خدمة لتنمية البلاد، وأيضا على كل المستويات والنقد الموضوعي وأيضا نوه وزير الاتصال على أهمية هذا الموضوع، أهمية البيئة. الآن في هذه الأثناء تجري مجموعة من التكريمات لبعض المتقاعدين أو بعض الصحفيين والإعلاميين الذين خدموا مهنة الإعلام، وستنطلق قبل قليل الإعلان عن الجوائز الفائزة، عن الأسماء الفائزة في هذه الجائزة. التلفزيون الجزائري كان قد شارك بأعمال صحفية، نتمنى أن تكون بعض الأسماء الصحفية قد نالت الجائزة. وهو كذلك، شكرا جزيلا لك من قاعة بل من قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال. كنت معنا فاطمة الزهراء بن صافي. حظ موفق لكافة المشاركين بمن فيهم الزملاء عن التلفزيون الجزائري، وكل عام والصحافة الجزائرية بألف خير. استقبل الوزير الأول أحمد يحيى اليوم كل من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، ورئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمر غول، ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمار بن يونس، وصديق شهاب ممثلا عن التجمع الوطني الديمقراطي. اللقاء الذي جرى بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية للتشكيلات السياسية الأربعة سمح بتبادل وجهات النظر حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، هذا إلى جانب التنسيق بين الأغلبية الرئاسية والحكومة. اللقاء كان بالدرجة الأولى حول مشروع قانون المالية، وهذه سنة يعني لازم تصبح في ذهن الجميع، سنة عادية في كل البلدان أن الأغلبية تناقش حكومتها والحكومة طالع على الأغلبية، وهذا ما معناش على مستوى الحكومة أن باقي الأحزاب ما عندهمش مكانهم. احنا نزيد نكررها بهذه المناسبة، أي حزب يريد لقاء مرحبا به، مكتب رئاسة الحكومة، مكتب الجزائريين كلهم. واللقاء بطبيعة الحال كان لقاء حميد ولقاء تكاملي، وهي سنة إن شاء الله نستمرها. من جهتها ثمنت الأغلبية الرئاسية بالبرلمان اللقاء الثاني مع الحكومة والذي خصص لمناقشة مشروع قانون المالية سنة 2018، والذي اعتبرته مثمرا تكامليا. ناقشنا قانون المالية اللي هو جد هام في تسيير أمور الدولة، مفاجأة يعني من الأرقام اللي تفضل بها سيد وزير الأول، ويكون مفاجأة للنواب كذلك من البرلمان بغرفته، شيء جد إيجابي في قانون المالية 2018 بالمقارنة مع 2017. فيه كتير الشيء اللي كان غير منتظر، والحمد لله الحكومة عملت بجدية وبقوة وبحكمة. مثلا فيما يتعلق الهضاب العليا، متعلق الجنوب الكبير، فيما يتعلق البلديات، كل هذا فيه ارتفاع يعني ملحوظ وملموس وقوي لاستثمار الدولة. النقطة الثانية اللي جد أهمية للأفلان حزب التحرير الوطني هي الحفاظ على مكاسب الاجتماعية، للحال هي السيد رئيس الجمهورية إثناء مجلس الوزراء وفي رسالة 5 جويلية، والأفلان جبهة التحرير الوطني ما هو إلا يساند هذا المبادرات وهذا القانون وبرنامج الحكومة. يعني احنا كأغلبية رئيس الجمهورية نعمل اليد في اليد، وإن شاء الله يكون الحوار مثمر وجاد في خدمة المواطنين صالح العام. نثمن هذه المبادرة ونشكر الأخ دولة الوزير الأول، لأن هذه المبادرة التي تجمع أحزاب الأغلبية الرئاسية هامة جدا من خلال قانون المالية أو من خلال ملفات المطروحة في الساحة الوطنية. فيما يخص قانون المالية، فعلا فيه الكثير من الإيجابيات رغم الصعوبات المالية اللي تعرفها الجزائر كباقي دول العالم. فهناك أولا الدولة الجزائرية لم تتخلى عن دورها الاجتماعي، هذا مكسب هام نثمنوه. ثنين، فيه دفع جديد لعجلة التنمية،
وخاصة على مستوى المحلي في إطار التنمية المحلية، فيه دفع جديد كذلك في إطار التوازن وفي إطار التكافؤ وفي إطار العدل في التنمية. طرقنا إلى مشروع قانون المالية، قدمنا كل الشروحات فيما يخص كل الاقتراحات لجذبها الحكومة فيما يخص مشروع قانون المالية، كما أيضا تحدثنا على كيفية التنسيق بين المجموعات البرلمانية باش لما الوزير المالية يأتي أمام البرلمان يكون الدفاع لهذا المشروع يكون دفاع قوي من طرف الأغلبية الرئاسية، لأن لازم نذكر بلي في الديمقراطية كان أغلبية وكان معارضة، وحنا كأغلبية أغلبية رئيس الجمهورية راح ننسقوا المجموعات البرلمانية باش ندفعوا بكل جدية على هذا المشروع القانون المالية، لأننا نأمن به، لأن صدق عليه مجلس الوزراء، صدق عليه السيد رئيس الجمهورية، وحنا بطبيعة الحال مساندين للسيد رئيس الجمهورية، إذا ماشيين بكل عزم للدفاع بقناعة على هذا المشروع المالي. أعتقد أنه ما جاء اليوم في الاجتماع هو أن هذا قانون المالية عكس ما كانوا ينتظروه الكثير، أنه قانون اجتماعي بالدرجة الأولى، وكذلك أعطى بعض المؤشرات لإنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات اللي لابد أن تكون حتى نتقدم ونخرج من هذا النفق تاع الأزمة المالية اللي تعرفوا البلاد. إذن برنامج فيه جدية وفيه واقعية وكذلك ديناميكية ورغبة في الخروج في أقرب وقت من هذه الأزمة. ومشروع قانون المالية سنة 2018 عرضه وزير المالية عبد الرحمن راوية بالأرقام والمعطيات أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، مبرزا الخطوط الكبرى للسياسة المالية الوطنية، مقدما بوادر تعافي بعض معطيات الاقتصاد، وهي الجلسة التي حضرها وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. التفاصيل مع مني أحمد حراش. أكرم الإصغاء ودون إطالة. تضمن عرض وزير المالية أهم المؤشرات والتوقعات الخاصة بمشروع قانون المالية 2018 والسياق الاقتصادي والمالي الداخلي والخارجي الذي أعد في إطاره مشروع هذا القانون. الوزير اعتبر أن العام 2018 سيكون أقل عرضة للمخاطر على مستوى التوازنات الكبرى، مستندا إلى عدة عوامل من بينها توقع عودة النشاط الاقتصادي الوطني مع تواصل وتيرة النمو بالنسبة للناتج الداخلي الخام. تفيد أساسيات الاقتصاد الوطني إلى نهاية أوت 2017 ما يأتي. أولا، زيادة في سعر النفط الجزائري والذي وصل إلى متوسط سعر 50.6 دولار أمريكي للبرميل، تعافي نسبي لصادرات المحروقات التي بلغت 21.3 مليار دولار أمريكي، انخفاض طفيف في واردات السلع التي انتقلت من 31.7 مليار دولار أمريكي إلى 30.8 في سنة 2017، مما أدى إلى تباطؤ في عجز الميزان التجاري الذي انتقل من 11.4 مليار دولار أمريكي إلى 7.1 مليار دولار أمريكي نهاية أوت 2017. وتتوقع ميزانية 2018 زيادة في الإيرادات الجبائية وتنظيم تدريجي للإنفاق العمومي سيحسن التحكم في توازنات الميزانية والتقليص التدريجي للعجز المسجل بالنسبة للموازنة وكذا لميزان المدفوعات، حيث يتوقع أن تعرف الصادرات والواردات اتجاهات متعاكسة ستؤدي إلى الانخفاض التدريجي في العجز في الميزان التجاري من هنا إلى سنة 2020، كما يتوقع انخفاض في احتياطات الصرف المقدرة حاليا ب 105 مليار دولار إلى 76.1 مليار دولار سنة 2020. أما مستوى التضخم فإنه سيعرف حسب تقديرات مشروع القانون وتيرة تنازلية خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث سيبلغ 5.5% سنة 2018 ليصل إلى حوالي 3% العام 2020.
استقبل اليوم الوزير الأول أحمد يحيى المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية هوست كولر، الذي يقوم بجولة هي الأولى من نوعها إلى المنطقة، وهذا منذ تنصيبه. اللقاء جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مسهل. في إطار انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة الجزائرية الناميبية، حلت اليوم ببلادنا نائب الوزير الأول وزيرة العلاقات الدولية والتعاون الناميبية ناتومبو ناندي نادواتا في زيارة عمل إلى الجزائر، لتترأس مناصفة مع وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، الذي كان في استقبالها بمطار هواري بومدين الدولي ليترأس أشغال اللجنة المختلطة، والتي من المنتظر أن تتوج بالتوقيع على اتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. بين الجزائر وناميبيا علاقات تاريخية متميزة وتاريخ مشترك بدأ قبل استقلال ناميبيا. أنا هنا من أجل الانطلاق الرسمي لعمل اللجنة المشتركة الذي سوف أترأسه مع أخي وزير الشؤون الخارجية، وسنطلعكم على نتائج عمل اللجنة المشتركة التي نتمنى أن تكون مثمرة للطرفين. يقوم نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح اعتبارا من الغد بزيارة عمل وتفتيش للناحية العسكرية الرابعة. الزيارة التي تتزامن وانطلاق السنة التدريبية 2017-2018 عبر كافة النواحي العسكرية ستشكل سانحة للسيد الفريق لتفقد بعض الوحدات وعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية. مواصلة للعملية النوعية التي نفذتها قواتنا المسلحة بالعوانة ولاية جيجل، ألقت إفرازة للجيش الوطني الشعبي ظهر اليوم القبض على إرهابي بحوزته مسدس آلي، فيما مكنت العملية أيضا من كشف مأوى للإرهابيين به 4 نساء وطفل رضيع. هذه هي العملية النوعية المتواصلة قرب بلدية سلمى بن زياد بدائرة العوانة بجيجل، فكانت أيضا وحدات الجيش الوطني الشعبي صباح اليوم مكنتها من القضاء على إرهابيين خطيرين وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وأربعة مخازن مملوءة بذخيرة، وهذا إثر كمين محكم. العملية النوعية هذه تأتي لتعزز النتائج الإيجابية التي تحققها قوات الجيش الوطني الشعبي، وتؤكد اليقظة والاستعداد الدائمين لوحداتنا في دحض كل محاولة المساس بأمن واستقرار البلاد. وفي إطار مكافحة الإرهاب دائما، ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم بأريس ولاية باتنا القبض على الإرهابي الخطير خاء الشافعي المدعو أبو الخطاب، وضبطت لديه مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن مملوءة بالذخيرة وقنبلة يدوية. الإرهابي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1998 كان ينشط كمسؤول عن مجموعة إرهابية. إحياء لليوم الوطني للصحافة، أكد وزير الاتصال جمال كعوان خلال نزوله ضيفا على منتدى المجاهد أن التجربة الجزائرية في الصحافة تبعث على الاعتزاز والفخر بكل ما حققته من إنجازات إلى غاية اليوم، وهذا بفضل تكاتف الجهود من الصحفيين والإعلاميين، موضحا أن الصحافة الوطنية بإمكانها الارتقاء بمهمتها مستقبلا إذا ما جعلت من حب الوطن رهانا أساسيا. للتلفزيون طه بليدي. واقع الإعلام الوطني بمختلف تجلياته تناوله وزير الاتصال جمال كعوان بالتحليل والتعليق خلال مروره ضيفا على منتدى المجاهد في اليوم الوطني للصحافة. إجابات الوزير على أسئلة الصحفيين والإعلاميين مكنته من التأكيد أن التجربة الجزائرية في الصحافة تبعث على الاعتزاز والفخر بكل ما حققته من إنجازات إلى غاية اليوم، وهي باتت تواكب تطور المسار الديمقراطي والسياسي في البلاد. هي مفخرة للوطن للمجتمع الجزائري، وهي ظاهرة مهمة. الصحافة الجزائرية ترية بالعناوين، ترية في بالمجالات التي خاضت فيها. هاد التلفزيونات ساهمت في وضع مشهد سمعي بصري جزائري محض.
وزير الاتصال قال إن فتح المجال السمعي البصري الذي بشرته الجزائر يقطع أشواطا ثابتة، وأن اعتماد 7 قنوات تلفزيونية هو مرحلة أولية تفرضها متطلبات تقنية، ومن المؤكد أن تتوسع مستقبلا وهي لا تعني الإقصاء. علاش 7؟ 7 هو ظرفي لعبء تاع ساتيليت. من الان القضيه راهي بين ايدي سلطه الضبط، حنا كوزاره وصيه المهمه تاعنا كملت. ينجم يكون نوتر ابيلا كونديداتور، ينجم العبء تاع الساتيليت يكبر. هذا مش معني وقيلا تفهمت من السؤال تاعك، اني با اكسكلوزيف، ماشي باسكو نقصيو بعض على الاطلاق. الندوة الصحفية تطرقت ايضا لقضايا تعلقت بالسبل الكفيلة بترقية الظروف المعيشية للصحفي واستكمال اطره المهنية. عيد الصحافة الوطنية مناسبة إذن، وبقدر رمزية الاعتراف التي حملتها لأوائل من حملوا بل حملوا القلم دفاعا عن الوطن واستقلاله، بقدر ما فتحت باب المنافسة بين الصحفيين ترقية للمهنية والاحترافية. زكريا مهوب يرصد أهم المكاسب المحققة للأسرة الإعلامية سيما في ظل الدستور الجديد. في 22 أكتوبر 56 تقرر أن يكون القلم رفيقا لسلاح في مسيرة النضال لانتزاع الاستقلال بتأسيس جريدة المقاومة، ليأتي العرفان من البلد الحر باعتماد الذكرى يوما وطنيا للصحافة في الجزائر. رمزية يعني اليوم الوطني للصحافة هي التفاتة للصحف، يعني ربما يمكن القول أنها رد اعتبار للصحفي لتذكر المجهودات التي يبذلها يعني كعنصر فاعل في المجتمع من خلال نقله للمعلومة. ثانيا هو في إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف، هذه خطوة ثانية، أعتقد أنه خطوة لرفع معنويات الصحفي أكثر. هذه الجائزة رسخت لثقافة المنافسة بين الصحفيين، رسخت أيضا أنه هذا الصحفي يستحق التكريم على العمل الجيد، على العمل الذي يصل إلى المواطن. إحياء اليوم الوطني للصحافة هذا السنة يتجدد معه العهد مع تاريخ المقاومة، مع جريدة المقاومة، مع مسيرة الإعلام الجزائري منذ أيام إذاعة السرية والتي تمتد إلى غاية اليوم. هو ليس تجديد ذكرى من أجل ذكرى، أعتقد لتكريم الصحفي، لأنه أكبر تكريم هو الممارسة اليومية التي يقوم بها في الدفاع عن قضايا المواطن بدرجة أولى، في الدفاع على مشاريع أو الدفاع على قضايا تهمنا. وهذه الوقفة في هذا اليوم مناسبة كذلك لاستذكار باش نذكروا شهداء المهنة من الزملاء والزميلات اللي راحوا فداء للوطن. تعود الذكرى وتعود معها صور المكاسب المحققة في قطاع الإعلام، مكاسب رسخها أسمى القوانين في البلاد، الدستور الذي نص على إلغاء عقوبة حبس الصحفي مما يعزز حرية التعبير والرأي، وتتوالى التشريعات لتنظيم المهنة، فتأسيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سيتم قريبا. سلطة ضبط الصحافة المكتوبة مطالب أساسية للنقابة، سي بور سا حنا رحبنا بالمبادرة الحكومة اللي عطى أمر بالإسراع في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة. اعتماد سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صار الآن أكثر من ضرورة، يعني بالنظر لبعض التجاوزات المسجلة من قبل بعض الصحفيين وكذا بعض الصحف، يعني من خلال نقل أخبار نقدر نقوله غير مؤكدة أو مغرضة من شأنها يعني التأثير في الرأي العام. أبرز المكاسب التي تحققت في الساحة الإعلامية ومكنت من إطفاء حرية أوسع للعمل الصحفي، وهذا وأهمها تعديل الدستور الأخير الذي نص صراحة على إلغاء عقوبة الحبس للصحفي. وبعيدا عن التشريعات، الإعلام الجزائري واكب كل التحولات والتحديات المرافقة للبلد بالتوازي مع مواكبة تطور المهنة. وفي اليوم الوطني للصحافة تتطلع ساحة الإعلامية إلى الارتقاء بمستوى الأداء الإعلامي إلى مفهوم السلطة الرابعة. ونسعد بخدمتكم من منبر التلفزيوني الجزائري.
المناسبة كانت إذن للتكريم في أكثر من محطة، تقول نور دحماني. في يومهم الوطني أكثر من محطة للتكريم والعرفان، حيث أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي على حفل تكريمي للصحفيين، حيث اعتبر أن العمل الصحفي دافع قوي لاستمرارية التنمية عبر نقله انشغالات المواطنين وكذا مواكبة عمل الحكومة المستمر. كما اعتبر وزير الداخلية الصحفي كشريك أساسي لوزارة الداخلية. أسرة الإعلام كانت حاضرة أيضا في حفل تكريمي أقامته وزارة الأشغال العمومية والنقل، وهو الفضاء الذي كان فيه التأكيد على العمل بروح المسؤولية والنقد البناء مع مراعاة المصالح الكبرى للبلد. لابد أن لا نفوت هذا اليوم لكي نكرم صحفيين اللي هم شركاء أساسيين وفعليين في الميدان وفي كل عمل تقوم به الحكومة وأعوان الدولة. ما قدرناش نقولوا أكثر من ما وجهه فخامة رئيس الجمهورية البارحة للأسرة الكبيرة الإعلامية، وهو المضي في العمل يعني في الانتقاد البناء وفي حمل مشاغل ومشاكل المواطنين. المناسبة كانت احتفالية في كامل أرجاء الوطن على غرار إليزي التي احتفت رمزيا بمقر الإذاعة المحلية، ومن ورقلة كانت الصورة مماثلة بنشاط بادر به أمن الولاية، وهي الأجواء نفسها بولاية تيارت حيث احتفل الجميع بيومهم الوطني. ولاية وهران كرمت هي الأخرى أبناء الإعلام في لقاء جهوي، وعرفانا بشهداء الواجب المهني استذكرت المحطة الجهوية بقسنطينة الشهيد مخلوف بخزر. اطلع رئيس الهيئة العليا المستقلة مراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال بولاية ورقلة على مجاية التنظيم النهائي للعمليات الانتخابية، وهذا بخلية الإعلام الخاصة بالانتخابات. كما تبع دربال التحضير في كل من بلديتي ورقلة وسيدي خويلد، حيث أكد على ضرورة الضبط الدقيق للهيئة الناخبة ليعقد في نهاية زيارته ندوة صحفية. صحيح أن التحضير للعملية الانتخابية هذه المرة كان بشكل جيد. هذا الإصرار والاستمرار في تنظيف الهيئة الناخبة أعطى نتائج إيجابية، وأنا شاكر لمعالي وزير الداخلية وعائلة الداخلية فيما بذلوه من ويبذلونه من جهد. لكن احنا متأكدين كما هم متأكدين أيضا بأنه تنظيف الهيئة الناخبة ينعكس إيجابا على العملية الانتخابية، يطمئن المنتخب ويطمئن الناخب. هذا وتتواصل عبر بلديات الوطن عملية مراجعة القوائم الانتخابية على غرار بلدية بالسة بتمن راستا التي يرفع سكانها جملة من الانشغالات ذات الصلة بحياتهم اليومية. خالد واتي. بلدية بالسة تبعد عن مقر ولاية تمرسات بحوالي 80 كيلومتر. النشاط الغالب هنا هو الفلاحة والرعي. مواطنو هذه البلدية يعلقون آملا كبيرة على المحلية المقبلة لما لها من تأثير على انشغالاتهم وتطلعاتهم. الفلاحة هنا يتعرف الحالة مدهورة بزاف. شوف كاين الفلاحة هنا الحسيان واحدين ما عندهم الضوء، قاع بعيد عليهم الضوء، والمحركات هادو على بالك ضعافو. بلدية بلسة ومنطقة نغطي تمقرت كبيرة، وش لكن خاصنا كلش ما قول ما عندنا شوالو. الأقرع نتاع الغاز لازم 100 كيلو نجيبوه من تمرسط. قطع الواد ما فيه لا قنطة دروك يشيل الواد هنا، العيل نتاع قطع الواد يحبسوا من الكل. المنتخبين الجايين ان شاء الله يطوروا لنا المرافق الرياضيه، المرافق سمح لنا كشباب ما عندناش وين نجوزوا وقتنا. عمليه المراجعه السنويه للقوائم الانتخابيه ببلديه ابلسة ما تزال متواصله، وهو ما وقف عليه اعضاء مداومه الهيئه العليا المستقله لمراقبه الانتخابات لولايه تمنراست. وقفنا على حاجه انه جميع الظروف الماديه والبشريه
تم توفيرها. احنا نعتبر ان عمليه التسجيل في القوائم الانتخابيه هي عمليه جوهريه يتم الانطلاق منها لضمان باش ان المواطن يقوم بواجب الانتخابي على اكمل وجه. وفي اطار العمليه العاديه، المراجعه العاديه، العمليه متواصله، المواطنين قادمين يعني راهم يقدموا على مكتب الانتخابات ويحطوا الملفات تاعهم للتسجيل، وفي اطار التحضيرات في اطار تسخير الامكانيات الماديه والبشريه، الاداره مجهزه جميع التجهيزات وجميع الوسائل. ويبقى الموعد الانتخابي المقبل محطه هامه لاستكمال مسار التنميه المحليه ببلديه ابلسه، خاصه مع الامكانات البشريه والطبيعيه المتوفره بالمنطقه. أشرف اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي على مراسم تنصيب مجالس الإدارة لكل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وهذا بحضور الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد. مراد زمالي وبالمناسبة أكد أن الحكومة تؤكد مرة أخرى التزامها بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية وحرصها على حماية الحقوق والمكاسب الاجتماعية للمواطن. التغطية لهشام أكلي. تنصيب مجالس الإدارة لصناديق الضمان الاجتماعي خطوة أخرى لعصانة الحكامة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أكد أن الدولة حريصة دائما على حماية حقوق ومكاسب المواطن. أكدت الحكومة مرة أخرى التزامها بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية وحرصها على حماية الحقوق والمكاسب الاجتماعي للمواطنات والمواطنين، حيث قامت وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتخصيص إعانة مالية من الدولة لسنة 2018 تبلغ قيمتها 500 مليار دينار جزائري، موجهة لاسترجاع التوازنات المالية للمنظومة الضمان الاجتماعي. من جهته دعا الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد مجالس الإدارة لصناديق الضمان الاجتماعي إلى مرافقة المسيرين لتعزيز الخدمات لفائدة المؤمنين والمتقاعدين. Il y a une communion entre nous. Nous avons à travers cette communion le besoin et le désir d'améliorer toujours les prestations des salariés, des retraités. Donc vous avez pas seulement un rôle de membre du conseil d'administration, mais vous avez un rôle psychologique et relationnel et d'accompagnement des gestionnaires dans cette gestion d'un tissu de protection sociale qui est aujourd'hui un modèle africain d'abord, un modèle arabe ensuite, mais également nous rivalisons avec les pays occidentaux. وبالمناسبة قدم أعضاء مجالس الإدارة لصناديق الضمان الاجتماعي بيان شكر وعرفان لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. نغتنم هذه السانحة لرفع اسم عبارات الشكر والعرفان إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إثر القرار التاريخي القاضي بتخصيص إعانة مالية من الدولة لسنة 2018 تبلغ قيمتها 500 مليار دينار جزائري، موجهة لاسترجاع التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي. كما تم في الأخير تكريم من ساهموا في إنجاز مشروع المدرسة العليا للضمان الاجتماعي والتي مزج تصميمها بين أصالة العمران وحدثته. أشرف وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان رفقة وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات والرقمنة إيمان هدى فرعون أشرف بولاية عين الدفلة على توقيع اتفاقية تعاون بين الجزائرية للطرق السريعة واتصالات الجزائر. الاتفاقية التي تهدف إلى توفير الألياف البصرية عبر مسار الطريق السيار شرق غرب تأتي لتسييد البنى التحتية من أجل إنجاز مشاريع حيوية وضمان مردودية فعالة للطريق إلى جانب فك العزلة عن المناطق الحدودية. طريق السيار اليوم يوفر خدمات معتبرة للمواطنين، وهنا يجي دور اتصالات الجزائر اللي من جهة عبر هذه الاتفاقية تقوم بصيانة خطوط الاتصالات اللي تستعملها الجزائرية للطرق السيارة، ولكن تستعمل كذلك اثنين من بين القنوات اللي وضعتها تحت الطريق السيار حتى تضع الألياف البصرية اللي راح تستعملها اتصالات الجزائر 50% منها من أجل تأمين الاتصالات الوطنية في شمال الوطن عن طريق
برنامج التدخل السريع لورسك البلان اورسك، و50% اللي بقات من اجل الخدمات للمواطنين. هذه الاتفاقيه تعد نموذج للعمل التكاملي والتضامني بالنسبه للحكومه، والهدف تاعنا هو هدف واحد، نضمن الخدمه العموميه الجيده على مستوى طريق السيار شرق غرب، اللي كما تابعنا في العرض راح يكون فيه 43 مركز للراحة، 32 محطات خدمات، في إشارات كذلك لتبلغ كل مستعملي الطريق السيار على كل ما يقع على المسار تاعو. إلى ذلك رفع وتيرة أشغال الزواجية الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين الجلفة والأغواط وتسليم المقاطع الجاهزة، وما تصبو إليه السلطات المحلية لتسهيل ربط شمال بالجنوب. عبد القادر بن غنو. استياء يومي لمستعملي الطريق الوطني رقم 1 في شطره الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط على مسافة 40 كيلومترا، ومرد ذلك هو التأخر في إنجاز مشروع ازدواجية الطريق الذي انطلق منذ 3 سنوات، ويعرف الطريق حركة مرورية كبيرة خاصة للوزن الثقيل. خويا رانا نعانوا بزاف مع الطريق، دائما في لي طرافو لي شونطي الناس راهي تموت. دروك ما عندي 3 سنوات ولا 4 نمر عليه هذا المشروع هذا نتاع الطريق هذا، ولكن ما الاشغال غير اليوم انا شتات حركت. راه قضاء شعب منا من سيدي ما خلف الجلفة راه يوم والاكسيدات يوما، وجايه صورتها في الشتاء في وقت الثلج في وقت الكليساج ذاك تاخذ فيها الشعب يعني. وحسب الجهات الوصية فإن أسباب التأخير لا تتحملها المقاولات المنجزة وإنما عوائق أخرى. كانت عندنا مجموعة من العوائق على مستوى صنع الغاز، على مستوى لانسريف يعني التقاطع مع السكة الحديدية، درنا كامل الحلول. قصد الرفع من وتيرة الإنجاز اتخذت السلطات المحلية تدابير من ضمنها القضاء على كل عوائق المشروع، وكذا التأكيد على المقاولات بتدعيم ورشاتها بالعتاد اللازم للإسراع في الأشغال. نسبة الإنجاز 35%، ننتظر استلام الشطر الأول في نهاية شهر أكتوبر. مشروع كامل راح يسلم إن شاء الله في جويلية 2018. تسليم المشروع خلال السداسي الأول من السنة المقبلة سيسهل من حركة السيارات والعربات ويعطي دفعا للسياحة والتجارة وفي الأخير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني دون شك. خلال زيارته إلى ولاية معسكر تفقد وزير الموارد المائية حسين نسيب أبرز المشاريع بالولاية، حيث أثنى على التسيير الحسن للمشاريع المتعلقة بتزويد السكان بالماء الشروب وكذا المياه المستعملة للري. المتابعة لسيف الدين بن زردة. تعتبر ولاية معسكر من الولاية الرائدة وطنيا في مجال إعادة استعمال المياه المعالجة في السقي الفلاحي، هذا ما أكده وزير الموارد المائية حسين نسيب خلال زيارته للولاية. هذه المياه راح تعاود تستعملها في الفلاح، هذا ما نسعى إن شاء الله تعميمه على مستوى ولاية الوطن. نحن موجودون في ولاية فلاحية بامتياز، في هذا الشأن أريد أن أسجل بكل ارتياح تقدم المشاريع اللي تم إنجازها على مستوى ولاية معسكر. نذكر تهيئة محطة السيق، محمدية، الحبرة، كذلك أعطينا انطلاقة الأشغال بالنسبة للقناة لربط سد بوحنيفية بسد فرقوق. مشاريع جارية الأشغال بها وأخرى ستستلم قريبا، حيث سيتم تزويد معظم بلديات الولاية بالمياه الصالحة للشرب، فيما سيتدعم قطاع الفلاحة بخزان مياه جديد يدخل حيز الخدمة في شهر نوفمبر المقبل ويغطي مساحة 1200 هكتار بسهل غريس. اليوم قمنا بتدشين كذلك أو وضع في الخدمة وتعزيز الحاضرة نتاع السدود الكبيرة على مستوى ولاية معسكر بسد التحت، سد التحت اللي راح يدخل في الخدمة عن قريب إن شاء الله، وهذا السد راح ينفع كذلك الفلاحة والمحيط نتاع التحت، ويزيد تستفيد منه قرابة 3 بلديات من حيث التزويد بالمياه الصالحة للشرب. ورغم اكتساب الولاية 19 محطة لتصفية المياه المستعملة، إلا أن الوزير أشار إلى برنامج جديد لإنشاء محطات أخرى للرفع من نسبة معالجة المياه المستعملة بالولاية.
في قطاع يسكن نحو 500 عائلة بعدد من بلدية سكيكدا وعد ترحيلها إلى مساكن لائقة، فيما مكن تهديم الأحياء القصدرية مكن من استرجاع الأوعية العقارية الهامة والتي سيتم استغلالها لمشاريع الترقية العقارية وإنجاز هياكل عمومية، تقول ابتسام جوي. هكذا شرع اليوم في هدم قرابة 200 مسكن هش بالمكان المسمى الماتش، وأكثر من 300 آخر بالزفساف 2 بمدينة سكيكدا، لترحل هذه العائلات إلى سكنات لائقة. عملية التهديم هذه ستوفر للمدينة وعاء عقاريا هاما. الأراضي اللي مبنية عليها هذه سكنة الهش الماتش حوالي 12 ولا 13 هكتار، كذلك هنا عدة هكتارات ستخصص للسكنات التلقوية. لكن عندما أقول سكنة تلقوية لها تجهيزاتها، كذلك هنا هذه ستخصص للتجهيزات العمومية. لنا تجهيز العمومية هذا حتى نتفادى اقتطاع أراضي فلاحية أخرى بطبيعة الحال. سننطلق في الدراسات. فبعد سنين طويلة قضتها في السكن الهش، حملت العائلات متاعها متوجهة إلى القطب السكني مسيون المجهز بكل المرافق الضرورية. الماتش من 62 اللي خرجنا الماتش وعطانا السكنة، سكنات الاجتماعية، والحمد لله على الساعة هذه راني فرحان. الله يبارك ما شاء الله. بزاف بكري ما عندناش العين، كوزينه ما كاينش، الغاز ما كاينش، دونك الحمد لله. في جميع المدن ولا كذا سنعمل على القضاء على سكنات الهشه، وهذا ربحا للعقارات والتي هي نادره، وتفاديا للاقتطاعات التي مست كثير من الاراضي الفلاحيه، خاصه ونحن بولايه فلاحيه بامتياز. العملية متواصلة على مدى 3 أيام في انتظار استكمال توزيع أكثر من 9000 مسكن جميعها نهاية السنة الجارية وبداية السنة القادمة. وإلى جهود قطاع السكن بولاية غليزان، حيث تم ترحيل أزيد من 170 عائلة كانت تقطن بمساكن هشة إلى أخرى اجتماعية جديدة. المزيد مع ماريا نهاري. هي 170 عائلة استلمت سكناتها الجديدة ببلديتي بنداود وولد يعيش بغليزان بعد معاناة لسنوات في بيوت فوضوية، وها هي اليوم تغير نمط عيشها إلى الأفضل بعد عملية الترحيل إلى أحياء لائقة. كنا مغبنا وشامل عمرنا مقاسو، والحمد لله يا ربي اليوم دارونا في جنة، الحمد لله حسينا هذا وزدنا، والحمد لله ربي فرج علينا ورانا فكت خرجنا من الغبينة، وكنا في الوسخ وكنا في المشاكل، والحمد لله يسد لنا في رعاية الجمهورية. احنا عانينا بزاف، كاين كما قال لك القاذورات، القنوات لصرف المياه مكاش، ووليداتنا يقراوا بعيد والغرسة، والحمد لله فرق كبير. برنامج يضم 4000 وحدة سكنية وجهة لقاطني البيوت الهشة وطالبي السكن الاجتماعي سيتم توزيعه على مستحقيه. وستكون عملية أخرى على مستوى الذي يعيش 35 وحدة سكنية، وبعم موسى 59 وحدة سكنية، دونك هذو يدخلوا في برنامج سلسلة للقوائم تاعهم مضبوطة من الآخر السنة لأكثر من 4000 وحدة سكنية. أما فيما يخص هنا بلدية دائرة غليزان، عندنا برنامج للقوائم راهي قيد الدراسة ولضبط القوائم لأكثر من 1600 وحدة سكنية اللي تكون بعد في بداية سنة 2018 إن شاء الله. هذا السكنات راهم واجدين وقال المرافق بهم وراهم قاعد جاهزين، وزدنا دينا الاحتياطات مع شركة سون الغاز وتاع الماء، راهم قدام ما دخلوا رانا درنا لهم لي كونتور تاع الضوء ولي كونتور تاع الماء. كما يتم خلال كل عملية ترحيل تهديم البيوت القصدرية واسترجاع الأوعية العقارية قصد تهيئتها وإنجاز مشاريع مختلفة. أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم بدار الإمام بالمحمدية على انطلاق المسابقة الوطنية الشفوية الخاصة بالدخول لمعاهد تكوين الإطارة الدينية. عيسى الذي كان مرفوقا بوفد عن معهد موريال لمحاربة التشدد أكد أنه سيتم اختبار المترشحين حول استعدادهم للتكوين في مجال الإمامة ومدى إلمامهم بالمرجعية الدينية الوطنية. الجانب الذي يهم هذه الزيارة هو أن أطلع وأن يطلع معي ضيفي على دورة في تحسين مستوى الأئمة العاملين في المساجد، في انتظار إرسال نخبة جزائرية تحيي مع دولة كندا ذكرى الاعتداء على مسجد
كيبك، والذي سنبث من خلال هذه الذكرى مع بعض خطابا تنويريا معتدلا يراعي القيم الإنسانية ويبحث عن العيش معا وعن الحوار وعن الوسطية والاعتدال. نحن متواجدون هنا للاستفادة من التجربة الجزائرية، لا سيما منهج المقاربة المعتمد من قبلها في تكوين الأئمة وتطوير مهاراتهم. فنحن بكندا نحتاج إلى مثل هذه الخبرة لمواجهة الخطاب الديني المتشدد. هياكل ومنشآت رياضية وشبانية استفاد منها شباب ولاية الأغواط كانت محل معاينة والتجهيم قبل وزير القطاع الهادي ولد علي. ولد علي الذي كرم بالمناسبة الفائزين في سباق الدراجات الهوائية وبعض النوادي المحلية. المراسلة لينا إلى حليفة. دعما لتحسين الحركة الشبانية والرياضية بولاية الأغواط، استفاد شباب الولاية من منشآت وهياكل جديدة. لتدريس الأطفال الصغار والشباب أبجديات البرمجة والروبوتكس، استفدنا من هذه الخبرات وحاولنا نسقطوها هنا في على أرض الواقع. في هذه الورشة دايرينها سبيسيال مول لينا حنايا باش نخدموا فيها ونديروا فيها ليكو اللي حابين نتعلموا لا فوتوغرافي. مرافق رياضية وملاعب جوارية وقاعات متعددة الرياضات إلى جانب مسابح أولمبية وشبه أولمبية كانت محط زيارة وزير الشباب والرياضة السيد الهادي ولد علي بولاية الأغواط، أين تم تدشينها في كل من دائرة أفلو وبلدية الناصر بن شهرة. وبمقر الولاية وقف عند عدة مشاريع لمسابح أولمبية ونصف أولمبية في طور الإنجاز، كما دشن مركزا علميا ترفيهيا يمارس فيه الشباب هوايتهم العلمية. هذه الولاية استفادت من خلال خماسية الثلاث التي قررها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمبلغ مالي يقدر ب 7.9 مليار دينار جزائري لإنجاز حوالي 330 مشروع لفائدة الشباب هذه المنطقة. وعلى هامش الزيارة دائما تم تكريم الفائزين في سباق الدراجات الهوائية الدولي، وكذا تكريم بعض الفرق الرياضية والشبانية النشطة بالأغواط، كما حظي نادي رياضة السيارات الميكانيكية كارتينغ بالأغواط بوقفة تدعيمية من طرف وزير الشباب والرياضة، والذي يعد النادي الوحيد على مستوى الجنوب. توجد أشغال الندوة 42 الأوروبية لمساندة الشعب الصحراوي بفرنسا بتوصيات رسمت معالم نصرة القضية الصحراوية العادلة لتشكل بهذا سندا داعما للنضال الصحراوي. التقرير لفتحية بالعالية. استيقاف الهيئات الأممية والإقليمية للتنديد بالتجاوزات اليومية للمغرب في الأراضي الصحراوية وحمله على احترام المواثيق الدولية، تعبئة الدعم والتعاطف مع القضية الصحراوية على مستوى المنظمات الحكومية، وإنشاء شبكة تبادل ومتابعة للمبادرات المتخذة من قبل مختلف الفاعلين من أجل تعزيز العمل السياسي، شكلت أهم التوصيات التي خلصت بها الندوة والتي من شأنها رسم خارطة الطريق التي ستعمل بها البلدان المشاركة المؤمنة بالقضية لتوحيد الخطاب السياسي وتمكين الشعب الصحراوي من كسب حقوقه المشروعة وفق المواثيق الدولية. On a imaginé qu'on devait adopter une nouvelle stratégie, tant de préparation de nos dossiers que de la communication avec les responsables politiques à l'ONU, à New York, à l'ONU, à Genève, au Conseil de l'Europe et particulièrement, évidemment, aujourd'hui, à l'Union européenne, à la Commission, au Conseil. هذا يدفع الحركة التضامنية لأنها يعني تشتغل أكثر، وخاصة تضع برنامج محدد ورزنامة محددة وحتى تحديد آليات للمتابعة في كل مجال من هذه المجالات. من خلال ورشات عمل تناولت بتحليل الوضع السياسي بالأراضي الصحراوية وحقوق الإنسان في الأقاليم المحتلة، اقتراح جزائري لخلق فوج عمل لبرلمانيين على المستوى الدولي لمساندة القضية الصحراوية. Si on reste toujours dans un même groupe, on ne peut pas activer. Donc on est obligé d'aller vers les autres, aller convaincre les autres par cette cause noble et juste. كما أكد المشاركون على ضرورة الاستناد إلى الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لفتح التجاوزات المغربية والتنديد باستنزافها للثروات الطبيعية للمنطقة منذ 42 سنة في ظل التماطل الدولي لإيجاد حل فوري ونهائي للقضية وتعطيل تطبيق القانون الدولي. C'est le geste le plus simple. Parce que c'est plus compliqué de donner l'indépendance, alors que c'est facile de libérer du jour au lendemain des prisonniers politiques. Or, ça fait 7 ans maintenant que les prisonniers de Dei Mizik
politiques sont en prison. Ils ont été condamnés à des peines allant de 20 ans à perpétuité. Et ça a été confirmé pendant le procès civil qui a eu lieu de décembre 2016 à juillet 2017. الندوة عكست إرادة سياسية للبلدان المشاركة لتنسيق استراتيجياتها ومبادراتها لمساندة الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع وتحرير آخر مستعمرة في إفريقيا. طائفة من الأخبارية الدولية اختصرها لنا خالد ذهبي. كما كان متوقعا فوز عريض لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في انتخابات عامة مبكرة، التحالف الحاكم فاز حسب النتائج الأولية بأغلبية الثلثين. الانتخابات المبكرة جرت لإعطاء رئيس الوزراء صلاحيات جديدة وتأتي بعد أحداث قوضت من شعبيته، لكنها لم تؤثر فيما يبدو عليه. وبسلوفينيا من المرتقب أن يفوز الرئيس الحالي بوريس باهور في الرئاسيات التي شهدتها البلاد لعهدة تمتد 5 سنوات أخرى، متفوقا على 7 مرشحين بينهم 5 سيدات. ويعد منصب الرئيس بسلوفينيا شرفيا، فمعظم السلطات يتقاسمها رئيس الوزراء والبرلمان. بعد احتجاز لمدة 5 أشهر حررت القوات النظامية كل الرهائن الذين احتجزوا من مسلحين في مدينة ماراوي جنوب البلاد، وعددهم 20 شخصا، فيما تستمر الاشتباكات بين القوات الحكومية وعدد من المسلحين الذين يحتمون بأحد المباني. نشط اليوم محافظ صالون الجزائر الدوري للكتاب حميد مسعودي ندوة صحفية بالمكتبة الوطنية تطرق فيها إلى برنامج الطبعة 22 لهذا العام. الطبعة التي تنطلق يوم 26 من الجاري يشارك فيها 952 عارضا من 52 بلدا منها جنوب إفريقيا ضيف شرف الطبعة. أكثر من 230 ألف عنوان ستكون معروضة، 30% منها للإخوة الجزائريين. تم التحفظ، وربما هذا هو الشيء اللي يهمكم أكثر، تم التحفظ على 97 عنوان هذه الدورة. الكتاب خير جليس والموسيقى لغة العالم. إذ نشط الفنان يدير ندوة صحفية نظمها الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة استعرض خلالها برنامج ومواعيد الحفلات التي سينشطها بالقاعة البيضاوية بالعاصمة في عودة تاريخية إلى المسارح الجزائرية بعد غياب دام 40 سنة. الوقت قد حان وأنا أتقدم في السن، ولا أرى اعتزال الغناء حاليا مناسبا قبل أن أقف على مسارح الجزائر. هنالك سحر في بلادنا لن أجده في أي بلد آخر، وبفرح سألتقي جمهوري بعد غياب دام 40 سنة. حفلين للعودة، يعني حتى ننظم في أحسن الظروف عودة إدير مع الجمهور تاعو. فاليوم 4 ويوم 5 جانفي 2018 حفل ضخم راح يتنظم. نختم بمسابقة اختيار أفضل المضامين على موقع اليوتيوب والأكثر شعبية ضمن مسابقة Algerian YouTubers Awards في طبعتها الأولى. إسماعيل بوطيبان كان حاضرا. لم يتوقع هؤلاء الشباب أنهم سيقفون على منصة التتويج لتكريمهم على برامج بدأت بمجرد فكرة على موقع اليوتيوب فأصبحت تجلب آلاف من رواد شبكة التواصل الاجتماعي. انا سبيسيالمون يوتيوب حلي بزاف بيبان سي غراس ان فيت ا يوتيوب لي لو بروديكتور شافوني وقالوا علاش ما نسيوش معاها نديروا مسلسل ولا عفسه هكذا. الفكره بدات من الشارع، كنا نفيلمو بتليفون، كنا نديروا غوشي تنوار فو تاع حومه في رمضان تاع الناس الخير، نديروا الخير نطمو دراهم. بدات الحكايه هارده، حطينا الفيديو الاولى في لاباج بدات تمشي الفيديو بطاجينا، بدا قالت علاش ما دوروهاش شويه ريسكات. بدينا حلقه ليبيزود الاولى يتونيناها تاع بودي ميزيكال، حنا كيما الناس كيما بكي قريقاش تاكلوا بالخير حلمي يديروا موسيقى ويغني ويدير كليب. المسابقه التي اختارت من مجالات الضحك، الجمال، الرياضه، الموسيقى 5 اعمال في كل مجال فتحت باب التصويت للجمهور لاختيار الافضل. هي لو بروميي Algerian يوتيوبرز اووردز. نورمالمون اليوتيوبر في الجزائر مازال ما عرفوش القيمه والقدره اللي راهي عندهم في التاثير في المجتمع ديالهم.
الرسالة اللي لازم هاد الشباب يؤديها، عندهم قدرة في التأثير، نحبوا فقط انهم يستعملوا هذه القدره يعني في الطريق الصحيح. وهذا اللي يوتيوبر وهادو ما كاع سي كيما يقولوا كيما حنا زعما اوليو راح يدير كاستينغ ميم دوكا منتجين ولا مخرجين، يدخل في كاين الانترنت يدخل يشوف لي بودكاست تاعهم لي فيديو تاعهم من تم يقدر يعني هذاك ديجا سين كاستينغ. مواقع التواصل الاجتماعي لم تعد فضاء للتواصل فقط بل للتعبير والتاثير ومشاركه الاخرين نمط الحياه في مختلف المجالات. منصات تشاركية إبداعية. إلى العناوين: جائزة رئيس الجمهورية لصحفي المحترف في طبعتها الثالثة تسلم بعد قليل لأحسن الأعمال الصحفية المتميزة. وفي اليوم الوطني للصحافة إشادة بالمكاسب والتزام بتفعيل النصوص. ومحطات للعرفان والتكريم عبر كامل التراب الوطني. الوزير الأول أحمد يحيى يلتقي 4 أحزاب سياسية مشكلة للأغلبية الرئاسية بالبرلمان للتشاور والتنسيق حول مشروع قانون المالية 2018. في عمليات دقيقة ونوعية للجيش الوطني الشعبي القضاء على إرهابيين خطيرين والقبض على 2 آخرين بكل من جيجل وباتنا. وضمن إصلاح المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي تنصيب مجالس للإدارة تحسينا للخدمات الموجهة لصالح المؤمنين والمتقاعدين. الندوة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي تدعو من فرنسا إلى التعجيل بتقرير المصير وتطالب بوقف مصادرة الموارد الطبيعية وإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين. كل عام ورجال ونساء المهنة مهنة الصحافة بألف خير. إلى اللقاء.